أخي العزيز، أنا من عشر سنوات أنا أزور أشرف وأنا وعائلتي ونلتقي بالأشرفيين ولدينا علاقات صداقة من أصغر واحد إلى أكبر واحد في أشرف، وأعتقد أنك تعرف هذا جيدا. أخي الكريم، أخي الحبيب، نحن نحب الأشرفيين وأنا وعائلتي نضعهم على رؤوسنا، ليس فقط لأني عراقي وليس فقط لأني إنسان، وإنما لأنهم هم الأشرفيون أشرف من عرفنا من الناس وأشرف من عرفنا إليهم أخلاقا وكرما وروحا وثقافة. هؤلاء هم الأشرفيون. أنا سعيد لأن يقال أني قاتل الأشرفي. أتعرف أنا يقولون قاتل، يقولون قاتل الأشرفي، هذا يسعدني، هذا يجعلني في منتهى الافتخار. قاتل الأشرفي، هذه واحدة. الواحدة الأخرى، العراقيون الأصحاء الذين هم عراقيون فعلا والله يحبون الأشرفيين، والله لا يفرطون بهم، والله يريدون حمايتهم، والله يقفون حولهم سورا مانعا، هؤلاء هم العراقيون. أما الذين يشترونهم في السفارة الإيرانية ليسوا بعراقيين، وإنما حسالات تدفع لهم النقود لكي يقفوا على بوابة أشرف. لماذا يمنعوننا نحن أن نقف على بوابة أشرف ونقول والله يا أيها الأشرفيون نحن معكم، والله يا أيها الأشرفيون نحبكم، والله يا أيها الأشرفيون إننا فداؤكم؟ لماذا يمنعوننا ويسمحون لهؤلاء الحسالات بالوقوف على بوابة أشرف؟ ألا ترى أن هذا الأمر مقصود؟ هذا الأمر مدفوع الثمن، هذا الأمر ليس سياسيا فقط وإنما إجراميا. والله إن المالكية ارتكب أكبر جريمة في تاريخ العراق وتاريخ وزارة وتاريخ أشراف العراق، وهو يوقف مثل هؤلاء المجرمين على بوابة أشرف. لا يمكن أن نقبل نحن العراقيين أن يقف على أبواب ضيوفنا من يهددهم ويرفع صوته عاليا مهددا عليهم. با تشکر بسیار بسیار زیاد از استاد صافی یاسری به خاطر شرکت در این برنامه و به خاطر بیان و توصیفات زیبا و در این حال قوی و جنگندشون در مورد اشرف، صافی یاسری نویسنده و روزنامه‌نگار برجسته عراقی.